التحول التالي وهو تساؤل وتساؤل كثير على أذهان الكثيرين حول الفرق بين الوزارة والهيئات ومسمياتها الحديثة ودمج بعضها إلى بعض. صحيح، حيث تساءل البعض عن تلك المصطلحات كالفرق بين الوزارة والهيئة وبين الأمر الملكي والمرسوم الملكي، وأيضا العديد من المصطلحات الأخرى. دعونا وإياكم نجيب عن هذه الاستفسارات مع الدكتور ماجد بن عبد الله الهديان، وهو مستشار قانوني ومتخصص في الاستثمار. حياك الله دكتور ماجد معنا الليلة. الله يحييك، يا هلا وسهلا. حقيقة سعيدين بمداخلتك معنا في أخباركم. الجميع تابع أول الخطوات الفعلية التي صدرت عن مجلس الوزراء بالقرارات الأخيرة لرؤية 2030، وكانت يعني تحوي في جعبتها دمج بعض الوزارات كالعمل مع الشؤون الاجتماعية، حيث أصبحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أيضا ألغيت الكهرب والمياه، حولت الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى الهيئة العامة للرياضة. دعني معك تحديدا في تحويل الرئاسة إلى هيئة عامة، كيف يمكن أن نرى يعني الفرق الواضح في مسألة، أتكلم يعني عن الأدوار التي كانت تقوم بها الرئاسة، كيف ستختلف تحديدا مع تحويلها إلى هيئة عامة للرياضة؟ دكتور ماجد معنا؟ نعم. الله يحييك. يمكن سمعتني ولا عيد عليك السؤال؟ لا لا، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. طيب. أفراد الشعب السعودي على ما صدر بالأمس من قرارات، وإن شاء الله أن في مصلحة الشعب في قادم الأيام للأجيال الحالية والمستقبلية. جميل. طيب، الحديث عن الهيكل الرئيسية. نعم. بالنسبة لهذا، أنا أعتقد أنه من الأفضل أن نتحدث عن السلطات الرئاسية التي تتمتع بها الدول، كل المجتمعات. فمما لا شك فيه أن كل مجتمع يتشكل من سلطات رئيسية
هذه التعيينات من مهام وصلاحيات يتضح التمييز بين كل هذه المؤسسات. نحن عندنا مسمى وزارة وعندنا مسمى هيئة ومصلحة ورئاسة، كل هذه يعني في أدوارها. هي معنية صحيح تقديم خدمات عامة، وإنها إنها مجانية، وتكون موارد المالية من الدولة من خلال الموارد العامة، تشترك هذه كلها سواء كانت مسمى وزارة أو هيئة أو مصلحة حكومية أو حتى رئاسة. من حيث التعيين، عادة التعيين يكون فيها كلها بأمر ملكي وترتبط بالجهات العامة برئيس مجلس الوزراء، ما لم ينص في قرار الإنشاء غير ذلك. الوزير عادة بحكم أنه يمسك وزارة يكون عضو مجلس الوزراء، ومن الأدوار أنه ينوب عن الوزير
دكتور ماجد، دعني أسألك تحديدا، ما الفرق بين المرسوم الملكي والأمر الملكي؟ الأمر الملكي يصدر من الملك براسه المفردة بحكم أنه ملك البلاد. المرسوم الملكي عادة يكون أكثر من الملك بصفته الرئيس لمجلس الوزراء، ومثلا الأوامر الملكية مثلا فيما يتعلق مثلا بإعلان الحرب، بتعيين وزراء، بإنشاء جهات حكومية جديدة مثل ما إعادة الهيكلة لقطاعات الدولة. المرسوم الملكي عادة يكون هو تتويج الموافقة الملكية على ما اتخذه مجلس الوزراء من قرارات، مثلا إصدار أنظمة جديدة. عادة إذا درست من الجهات في مجلس الشورى ثم أقرها مجلس الوزراء، ترفع قرارات مجلس الوزراء للملك واضح جدا دكتور ماجد. حقيقة عشان بس وقت البرنامج، نشكر لك هذه الإضافات اللي حقيقة وضحت الكثير من المصطلحات دكتور ماجد بن عبد الله الهديان، وأنت المستشار القانوني والمتخصص في الاستثمار، شكرا جزيلا لك.